مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 30 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 21 درجة. غدا النهار رح تكون الأجواء صيفية معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار 29، بالليل رح تنخفض ل 21. يوم الاثنين والثلاثاء رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، رح تكون الأجواء حارة، بتسجل خلال ساعات النهار 31، بالليل رح تنخفض ل 21. نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تسجل درجات الحرارة في مدينة إربد هاي الليلة 20، غدا 32، عجلون 17، غدا 31، جرش 18، وغدا 33، وأجواء حارة. بتسجل درجات الحرارة بالمفرق 20، غدا 32، الزرقاء 21، غدا 32 درجة، وأجواء حارة. هاي الليلة مطار ملك علياء رح تسجل فيها 18، غدا 31، السلط 20، غدا 32، مادبا أجواء معتدلة 20، وغدا 29 درجة. هاي الليلة بالبحر الميت 26، غدا 36، الكرك 17، غدا 27، الطفيلة 18، وغدا 29، وأجواء صيفية اعتيادية. معا هاي الليلة 19، أجواء مغبرة، غدا 31. مدينة العقبة هاي الليلة 27، غدا 38، أجواء حارة ومغبرة. رواشد رح تسجل فيها درجات الحرارة هاي الليلة 22، وغدا 37، وأجواء شديدة الحرارة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، أجواء صيفية معتدلة خلال ساعات النهار، طقس لطيف مع ساعات الليل، وعودة ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من يوم الاثنين. نستعرض درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى استوديو الأخبار.